سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم غنعملو هاد الجاكر هذا اللي نتوما كتشوفوه. ها هو كيجي في الجليلبة او كيجي في قفيطان. كيجي في الجليلبة اما اربعة هيدا على جهة السفيفة، او لا كيجي في قفيطان هود كسلتة. نعملو مربع، عملت جوج سنتيم على جوج سنتيم مربع. بالاحسن نعملوها بالورق ديال الدفتر. ملي كنعملوها بالورق الدفتر كتجي الكارو ديالها قد بعتيتو 100% باش ما تجيش جهه اكثر من جهه. ها هما كيف ما شفتو، جوج سنتيم على جوج سنتيم. ها كنشبر اول حاجه شنو نحتاج. انا هذه خدمتها بالمهرس، ماشي انا عفوا اللي خدمتها، السيده اللي كتعلم عندي هي اللي خدمتها. ها هي خدمتها بالمهرس، ودابا غنخدمها انا بمكور باش تشوفوا كيفاش كتخرج بمكور وكيفاش كتخرج بمهرس بنفس الطريقه. كنعمل خيط الابره، كنجي اول حاجه نرسم الكادر، نخرج من القنت، نثبت الخيط مره ثانيه، هو نعمل الكادر. شنو هو الكادر؟ واحد هذا هنا، نعمل أربعة. هاي أربعة ونرجع في جوش. نعمل أربعة ونرجع في جوج، نعمل أربعة ونرجع في جوج، يعني ندورها كاملة هكذا. هاد الفيديو هذا كنت عملته في القناة ديالي السابقة اللي تسرقت، وكانوا بزاف ديال الأخوات طبقوا في الجلالب ديالهم وجاهم مزيونين لدرجات انني كنت عملتها في القناة ديالي موديلات اللي كانوا عملوا. ها هي انا رجع بيش ونهود. ها هو كيف ما شفتو شابر مزيان. دابا نجي لهاد القنت هذا ونخرج ونعمل أربعة ونرجع في جوج، أربعة ونرجع في جوج حتى نكمل الإطار ديالي. ها انا بنفس الطريقه دورت هذا الاطار هذا باش ما نطولش عليكم الفيديو. ها هو هذا الاطار، هو هذا الاطار هذا ما كيجيوش مربعات، هيدا كيجي بهيدا كيف ما كتشوفوهم في الصورة، ولكن حنايا كنخدموهم مربع معوض. هيدا دابا شنو غنعملو، غنجيبو هذا نشوف واش أربعة ديالو قد المهرس. تقريبا نعملو حنايا خمسة حيتاش مكور كيكون صغير على مهرس. لا هيجي كبير على كادر، نعملو غير أربعة بحال مهرس. هيا
واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، ها هي نجي هادي، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، هيدا نجي ناس، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، هما أربعة. هذا نيجي هنايا نعمل أربعة، هاي هذا نيجي هنايا ونعمل زرق، كيف ما شفتو زرق ماشيين هيدا وقهويين ماشيين هيدا، ياخرين افقيين ياخرين عموديين. دابا ها هو كيف ما كتشوفوا، انا شنو هذا ما تثبتسوش عليها، خرج لي موطو. غنجي هنايا ما نحاول نعمل ثلاثة، شنو حاولوا تعملوا واحد الحاجة. انا هاد الفيديو هذا يعني عملته يعني كدرس، يعني ماشي موديل لهذا. ملي تجيو تخطروا العقيق خطروا هذا بحال هذا، كيف ما شفتوا هذا الزرق غليت على هذا، عليها دا اتساع بزاف. اما كانوا جوج بهم قد ما كانش يجي مربع ماشي معوض. المهم انا كنوريكم غير بالجوهر اللي عندي، لانني عندي الحر ولكن ما نقدرش نعمل به الفيديو، اني صراحة كنعجز نفسخو. ملي كنجي نخدم كنضطر خصني عاوتاني نشري اخر. ها هما ثلاثة، عاوتاني نعمل الزرق، واحد، جوج، ثلاثة، هادي صراحة كتجيبي هادشي اللعبة مزيونة. هاد الجكرات فيهم ثلاثة الأنواع، إن شاء الله غنعملكم بثلاثة بيهم، اللي عجبتكم فيها عملوها. هذا درس عملته في الجمعية، وبغيت نشارك معكم حتى نتوما الدروس اللي كنعملو انا في الجمعية. دابا انا نعمل قهوية، هاي هذه الاخرانية اللي غنعملها.
كنتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو ويكون عجبكم، وبالاحسن ملي تعملوا هذا المربع هادو حاولوا تعملوه تقسموا هذه المسافه هذه على ثلاثة. دابا هذه المسافه هذه 2 سنتيم، حاولوا تقسموها على ثلاثة، حاولوا تعملوهم على قد بعطيتهم، لان هيدا خصهم يكونوا يجيو بحال هذا الشكل الصوره، وبحال هذا الموديل هذا اللي عملته هاد السيده هادي. ها هي كما شفتوا هذا هو الموديل، سيجي بهذه الطريقه هادي. كنتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.